على بابك أنا وينتظاري بانتظارك، الله جابك والقدر ما هو اختياري ولا اختيارك. سويتيه علشان تتقربين من أبوك، ولما أبوك توفى الله يرحمه كل الخطة اللي سويتيها اختربت. حرام عليك. لا عبدالله لا يطلع منك هالحكي، ترى حرام عليك، لا تظلمني. لو سمحت يا أنوار بحط راسي وأنام، باكر عندي تدريب. أوكي. أي قالت لي صح فوز إن عندكم بطولة نهاية الأسبوع. تصبحين على خير. وانت من اهلا. Counter drop here from Abdullah. It's about an inch over the 10. The body line to her. Well, Tamimi taking that third game, 11-9. Oh. And I think we just saw
the body line. Get a change of ball for the start of the fourth game. 41 minutes of play so far with the number four seed, Nick Matthew, leading 2-1. Wall. He is really testing out the walls, how strong they are. I mean, Abdul only weighs about 48 kilos, so... Well, he's 100 pounds, yeah. You can nearly bench. It's a lot of... يهداك بس يا عبد الله، قلت لك اوديك الطبيب بس انت عنيد ما تسمع الكلام. حبيبتي لا تحاتي، ما في شيء كان يجدامج. ما علي عبد الله، معوض باللعب. ان شاء الله مره ثانيه بالمرات الجايه. مشكوره. طاح البطل؟ طلال مو وقت الحكي، عبد الله تعبان. والله عاد ما حد قال له يهد شغله. موظف مهم بشركة كبيرة. يهد الشغل ويجابل اللعب ويجابل المباراة. طلال ترى هذه المباراة كانت وايد مهمة حقك. كيفك؟ يلا امش اوديك الطبيب. على ستوري اقول له بس مو راضي. يا جماعة خلاص لا تحنوا، قلت لكم ما فيني شيء، لا تنرفزوني. استغفر الله العظيم. عبد الله دير بالك شوي شوي بعد هريلك تعورك. لا اوكي لا تحتو. شوي شوي عبد الله. أنوار رحتي معاهم اللعب؟ اي كنت رايحه بشوف عبد الله وهو يلعب بس طاح. مهم الحمد لله على سلامته. انا بغيت اذكرك ان موعدنا مع المحامي ان شاء الله. هارد لك. انزين سيارتي بس هذه شوفيها. اي حلوه. بسم الله. وين فيك؟ ويش تجيلين الحياة اللي ما تستحي على وجهك؟ فيك طيب ما سويت شيء. ما سويت شيء؟ وهالفيديو شوفي هالفيديو فضحتنا قدام اللي يسوى واللي ما يسوى. قاعد ودقدق عود مو محضرك انا مو قايل لك لا تسوي سوالف. اخذي دقدق عود وما اخذ راحته. طلال هد شوي. شهدي يا بنت الحلال شهدي، هذا واحد مستهتر فضحنا. طلال ايش فيك على الولد؟ هذه آخرة الدلع، استهتر فينا الولد هذا. طلال ممكن تسمعني شوي؟ طلال انت شفت الفيديو؟ ايه شفته، يدقدق عود. ايش فيه؟ واحد قاعد ويا ربعه وقاعد يعزف عود ويدندن، بالعكس عادي. والفيديو اصلا ما انتشر الا لان الناس حابين عزفه. طلال ترى وايد شيء عادي، انا ما ادري ليش انت معصب، بالعكس. انت لازم اصلا تفتخر فيه انه عنده موهبة قاعد ينميها وقاعد يمارسها. كلش ما له داعي اللي قاعد تسويه، هذا شيء طبيعي. تفضل. ايش فيه؟ ما صدق. مشكور انوار، زين ايش فكيتيني منه؟ مشكور على شنو؟ انت ما سويت شيء غلط يعني، ما له داعي كل الصراخ. انت شو سالفتك؟ انا ماكو شيء صار اصلا. ما قصرتي. طلال مو طبيعي. اول مره كذي اشوفه معصب. لا انا قلت الحين فايز مسوي شيء شايد. يعني ما له داعي كل هالاعصاب، هو وايد عصبي. هو لو صايدني بروحي ما تدري ايش كان راح يسوي فيني، اشوف انك موجوده. تو بعدين معك، كم مره قايلت لك انا بطل هالعزف والاغاني هذه، ما تسمع الكلام. شلون يعني؟ ما سويت شيء ترى، وبعدين طلال ايش يحب يتحكم فينا؟ الله يهداك بس انت ايش فيك؟ لازم تردد، لازم تتحكى. رحاب خلاص قلنا ان السالفه انتهت. انوار سوري ما كان ودي يعني تصير هالصراخ قدامك، بس خلاص الحين صرتي منه وفين؟ لا عادي صار في كل البيوت. حنذنكم. رحاب ترى احرجتي قدامي. يستاهل.
لأنه ما يسمع الكلام. خل أوريك اللي صورتهم قلت لك عنهم عيل. نشوف. الله يهداك يا طلال. هي حلوة بس مو واضحة حيل. يعني شلون يا ابو ناصر؟ لم عمي روح هدر كذي؟ لا ان شاء الله. هالمجرم بيطيح بيدين العداله. تدري هو القاتل. شلون يعني؟ انت مو تقول كذا اوراقه مزوره؟ مثل ما انتم عارفين ديرتهم عوده وكبيره وسهل التزوير فيها. لكن احنا متابعتنا واصرارنا متاملين بخير ان شاء الله. بس عاد بنشتغل من عند امي وانا مو مرتاح. الله يمهل ولا يهمل. إن شاء الله بالنهاية بيلقى جزاء. خال الله يرحمه كان يعطف عليه وايد. لا تحاتيني يا أنوار. ده أبو ناصر أمثال الطيبين موجودين. لم عمي ما راح يروح هدر. يا جماعة يعني شنو الدافع وشنو السبب اللي خلاه يقتل أبوي؟ هذا شيء مو سهل. للأسف هذا السؤال اللي مو لاقي له إجابة منطقية. شلون مو لاقي له إجابة؟ انتم مو تقولون انه بايق فلوس من جناح خالي؟ يا عدل كلامك هو اللي سارق. بس المشكله ليش يحمل نفسه جريمه قتل؟ عفوا استاذ خليفه يعني انت شنو تفسيرك حق هالشيء؟ المشكله الامر صعب قبل ما يتم تحقيق مع المتهم. بس في احتمالات وارده. مثل شنو؟ قد يكون في محاضر للجريمه هو اللي حرض الخادم على القتل. هذا ليش محرضه عشان يذبح عمي؟ يمكن يكون في خلاف شخصي بينهم او في شيء غيره ما ندري عنه لحد الحين. الله يعطيك العافيه ابو ناصر، ما قصرت الحقيقه، ما ودنا نتعبك اكثر. بالعكس ولا يهمك. انا استاذن الحين. الف شكر، مشكور وايد استاذ خليفه. ولا تحاتي. أنا إن شاء الله مهتم بموضوع أبوك وما يضيع حقك. إن شاء الله. إن شاء الله إحنا على تواصل. يلا سلام. مشكور عليكم السلام. بدر لو سمحت ممكن تيجي معي شوي؟ فوز حياك. إن شاء هذيك خلقك أنوار. ترى احنا ما راح نسكت لين راح نعرف من الحقير هذا اللي سوى السالفة. إن شاء الله. هذا اللي عمي عطف عليه وحط خادم خاص عنده بالجناح يحط له سم بالعصير ويقتله. أنوار أنا ما أبي ضيق خلقك وإن شاء الله المجرم واللي معاه راح ينصدون وحق عمي ما راح نتركه. فوز يعني انت بروحش تقولين ابوي كان ريال كريم كان سخي وما كان مقصر معاه، شو اللي خلاه يذبحه؟ بعد ما يبي له تفسير انوار. المبالغ اللي كان يدخلها خال الجناح الله يرحمه مبالغ كبيره بالنسبه حق شخص مثل هذا، فاكيد يوم شافهم يعني ما قدر يمسك نفسه وسوى هالسالفه. الله لا يوفقه. حتى لو كان يموك الفلوس وكان يطلع كان ينحاش يطلع برا الديره بس ما يقتلها. أنت سمعت المحامي شنو قال؟ قال يمكن يكون في محرض للجريمة. إذن إذا كان في محرض منو؟ والله قهر يروح الندل هذا يفلت منها بهالسهولة. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحمك يا عمي. مسكين كان طيب مع كل الناس، مع الموظفين، مع خيم. خصوصا هذا النشاط يعني وايد كان طيب معه. بس ما يحكي احد يوزع علي. ايش قاعد تقول انت رانا؟ ما فهمتك. قاعد تبلع نص الحكي، ايش قلت؟ ما انا
باعمي يا عمي. لا عمك عرونك ولا ضروسك. روح روح شوف لك خذ لك العاد شيء. حلو. استاذ عبد الله. هلا. في واحد عندي حضرتك عند المكتب صحفي عاوز قبل حضرتك. تكفى مالي خلق اشوف احد، خلي بعدين. اوكي. من ياب اسمك شتان بين ميري وسارة. ما قلنا تناديني، ذبحتنا ميري وميري. طيح الله حظك، ديرة متروسة ملايين فيها، ما لقيت لها الشيفة هذه تاخذها؟ أنا كنت معزوم عند ناس هناك بقرية وسووا لي شوربة أضاف قبقب مع ريول خثاق، فيوم شربت وخلصت الحمد لله غسلوا الماعون وحطوا فيه 50 اسم، قالوا لي اسحب. سحبت كان ميري تطلع لي بالسحب. إيه لاقينك مقصة ضايح الله حظك، لو هالعظاعظ هذه عظينك على خشمك ومفتكته منك. تعالي حبيبي تعالي حبيبي خليك يمي. طيع الله عظك، اروح اطالع مسلسلي ابرش لي من ويهك ويها ملصنها الحين بالريموت الحين. طيع الله حظكم. روحي جاب لي المسلسل 6000 حلقة، صار 12 سنة ما خلص. اقول ميري حبيبي. نعم نعم. نعم الله عليك، انا جوعان ميري حبيبي. حبيبي انا ابي اكل اكل اندونيسي من ايدك. انتن حبيبي انا قاب، يا شلون انا اروح مطبخ؟ صارونا موجود، ممكن هي اسوي موت حق انا بالسجن. اي صح سكين بعدين بتاعي. بس انا ودي اكل يعني سلطه بس اندونيسيه، يعني ودي اكل. شو اسوي شو نسوي الحين؟ اصلا سيد طلب من مطعم. مطعم انا بطن خايس، بطن صار خايس من اكل مطعم مو زين هذا. انا ابي سلطه من بيت، اكل اندونيسي حلو. شو اسوي؟ ما اقدر. انت ايش رايك تروحين شوي 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 شوي؟ اذا اندمجت المسلسل ما تدري عن احد، ما تدري منه بالبيت، لو يجيش حرامي يبوق البيت كله ما تدري عنه. فانت روحي شوي شوي داخل المطبخ، سوي اكل سريع سريع، كاكولي كاكولي كاكولي، جيب حق انا. انجين حبيبي والله انا قاب، ممكن هي اسوي موتها انا بالستين، شنو اسوي انا؟ اي والله صحيح، حقك تخافين هذه نسره هذه، والله اخاف تصيدك بالمطبخ وتحطك بالجدر تسويك محروق صبعه. انوار. هلا طلال. شفيش طلعتي من المكتب؟ بيني وبينك ما احب القعدات الرسميه، حسيت اني اختنقت، حبيت اطلع هني جو حلو، حمام السباحه حلو، شم لي هواء نظيف. صادقه والله القعده بالمكتب تعبت. سبحان الله، نفس طبع المرحوم.
من بعد ما كان يحب الحكرة. كان كله الحوض هذا ويسبح. من كان يدري ان منيته بتكون بهالحوض هذا؟ الله يرحمه. ما ردنا راح نعرف من القاتل. هذا مو عبد الله؟ وين؟ هناك؟ اي هو مو كان معكم قبل شوي؟ الظاهر يقلدك. بعد ما يحب حكرة المكتب، وانتي بعد ما قصرتي من طلع المحامي طلعتي وراه وخليتينا بروحنا. عبد الله! عبد الله! تعال. قاعد اخذ الدنيا. وي! ايش في؟ ايش في طالع؟ وخر وخر شوي. وي فوز! شفيك؟ شفيك؟ لا 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 ما في شيء. بس تعرجبت بكذي. تعرجبت بشنو؟ ما في شيء. أخوش ايش فيه؟ هاليومين مو على بعضه. ما في شيء. فهيد قولي منو اللي صور؟ قايل لك ألف مرة ما أحب هالحركات. قولي منو اللي صور؟ صدقني ما أدري، صدقني ما أدري. أنا مستغرب طول الوقت يا طالع، أنا ما في أحد رافع تليفونه. أنت تدري لولا أنوار كانت الحين قاعد تأخذ بعزاي، هي اللي فكتني من الطليل. بس تدري شلون؟ اشترها علي أنا اللي وثقت فيك. والله قولي أنا شنو مستفيد من هالسوالف؟ قولي غني قاعد نحط باليوتيوب والتويتر وكل الناس قاعد تشوفني، قولي شنو مستفيد؟ ابدار واخر عن وجهي، ابدار واخر عن وجهي، قلت لك ابغى اسيب الدنيا كلها تلاتة بعيني. يا يمه يا حبيبه الله، ايش فيكم تصرخون؟ صوتكم ما وصل لبرا، شو صاير؟ ايوه صاير. شو حق امك هالمجنونه هذه ماسكه الفقيره المسكينه من ركبتها بالمطبخ؟ شنو فرهي؟ اي بسنطها بموتها وافتك منك ومن سوالفك يا جل الحيه. انا الحين انا اللي ينيت اللي كرفق قلامي. ما يصير يا يمه، متى تصرف المره؟ يا حبيبتي الله يهديك، غلط اللي قاعد تسويه، لا تصرخي. خلاص يبا ما اطول بالك انت، خلاص خلها امشي. الله يقول لا خل تعقل توخر على هالفقيره المسكينه، احسن لها عاد. يلا اي طبعا احسن لي، كلش قاعد تهدد على بالك ان انا بخاف منه. اي بالخدم بالخدم يا جليل حياه بالخدم. يا يمه شو الحكي؟ الله يهديك، الله يسلمك. بس والله ما يصير الحكي هذا يا حبيبتي. خلاص يبا خلاص ما راح اكلمك. احنا كيفي كيفي بالخدم كيفي، مو شغلها. انا اكل السلطه اللي تعجبني، ما حد شغل. طلبت منك دينار؟ لا لا خلاص ما حد شيء عندي. امشي زين امشي. يلا يا تعوذ بالله. ايش رختها هذه؟ سمعتها؟ مو انت غلط تقولي بالخدم جدار. اي بالخدم يا يمه، صرنا علج وحلوج الناس. الناس قبل يمشوا يمشون ويعجون فينا. انا ابوكم بس، انتم شنو؟ ما انتم بتعيشون كذي منبوذين قدام العالم؟ هذا جليل الحياه. الناس قبل يمشون ينطفوننا بالحكي. يا حبيبتي بس اهدي خلاص، ما يعجبنا الوضع هذا. والله ما انا خايف يصير فيك شيء، والله ما حد ياكلها غيرنا. طولي بالك، ما اقول العافيه ان شاء الله. الله يهديك. بس فيك ام عره؟ خلوه يغف عن خلقتي، خلوه يغف عن خلقتي، ما ابي اشوفه. لا تصرخين خلاص، بيروح الحين يتنرفز ويرجع مره ثانيه. الله يسلمك. بس فيك يعلك الضربه يا ابو الخدم، يعلك الضربه. زين زين بس حبيبتي اهدي، طولي بالك طولي بالك يا بعد عمري. تعوذ بالابليس. امشي 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 امشي. يلا قوم.
سعد هسه ما شار في شيء؟ لا 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 تحاتي ان شاء الله ما كل العافية. بس انت قول لي من متى بدت معك هالأعراض؟ يعني تقدر تقول من شهر، يعني قمت احس ايدي ترخي وحتى ريولي، يعني عبالي الشيء هذا عادي بس الموضوع قاعد يزيد عندي. انزين تلعثمك بالحكي، من متى بدأ معك؟ صار له كم يوم. سعد قمت اخاف، ترى انا فيني شيء؟ لا تحاتي ان شاء الله ما كل العافية، بس لازم اسوي لك بعض الفحوصات. يفهمني بفهم. هلا حبيبتي هلا، وينك يا عمري من امس؟ شو السالفة؟ انا وين؟ انا بالسيارة بعد. حاضر الحين اصور وادز لك. حاضر. انا بعرف انت ايش تكذب على البنت. فش فيك؟ صبحني وياها. الو. زين زين الحين الحين اصور لك. حاضر من عيوني. يلا باي باي حبيبتي. باي باي. لا جد جد انت ايش قاعد تكذب عليها؟ انا ودي اعرف. انت فف ويزات فضحني وياها على طريف هي. لا انا بعرف انت ليش تكذب عليها. مو شغلك انت، مو شغلك ليش تكذب عليها. خليني الحين اصورك. انا طير زين. زين صح ماني ضاحك واخر. اضحك جامد يا عمي. طير زين. خلاص مو صاحي انت. صورتك 1 2 3 صور. الحين اختار منهم. زين ايش رايك تطول علشان نشغل اغنيه ونصور فيديو؟ لا يبا ماني مصور. فيديو واحد. لا جد جد انت تدري انها ما تحبك؟ ترى صدق مو قاعد غشمر، هي اساسا ما شافتك، شلون راح تحبك؟ انا ما ادري انت وين تبي توصل. ايش تبي تفهم يا عبد الله؟ ابي اعرف ايش فيني. مو لما انا اعرف بالاول. شنو يعني؟ يعني من خلال الفحوصات الطبيه اللي سوينا لك اياها مو مبين انه فيك شيء. عشان كذي راح احط لك موعد ثاني عشان اسوي لك بعض الفحوصات الطبيه. ايه بس الاعراض قاعد تزيد، ايش فيك؟ هدي. هدي يا عبد الله وان شاء الله هالتعب يكون من التمرين اللي انت تسويه. صراحه قمت اخاف انا. انوار ايش رايك اعزمك على غدوه حلوه بكوش مطعم؟ واي واللي يسلمك طلال، حاسه اني تعبانه وابي ارجع البيت، ما فيني شدت غدا. يا بنت الحلال ايش دعوه يعني ترديني؟ يعني مو القصد اني اردك، لا والله بس ما عليه ما عليه. انت شوفي خليني اقول لك، هذا المطعم يعني اكله حلو قعدته حلوه، غير كذي ترى انت يعني ما مليتي. يا الفندق يا البيت يعني ما يصير، طلعي شوي خل غيري جو عشاني. الو هاي يبا. هلا طلال. انا لا تحسبون حسابي على الغداء، بتغدى برا. ليش وين بتغدى؟ عازم انوار على مطعم، تغدى وانتم. بس الغداء جاهز طلال. خلاص عاد بلا حنة، قلت ليش تغدوا. يا يعني أنا اللي المفروض زوجته ماخذني عن حب ولا مرة فكر إنه يغديني برا. عبالي إني هبلة أنا. هاي عندي شيء. هاي how are you? Thank you. شو رايك بالمكان؟ Excuse me. Wait. بما اني انا جايبك مكان على ذوقي، شو رايك انا ابي لك اكل على ذوقي؟ Excuse me. Yes. Thanks for us. This one. Okay. And this one. Okay. Okay. Thank you. Thank you.
عبد الله. تعالي رحاب. ها ايش فيك الله يهداك ناطرينك تحت على الغداء؟ عليكم بالعافيه، انا ما اشتهي شيء. شنو انت بعد متغدي برا مثل طلال وانوار؟ ليش هما بيتغدون برا؟ ايه قال يبي تغير جو شوي. عبد الله ايش فيك؟ ترى انت هاليومين مو على بعض. ايش فيني يعني ايش فيني؟ تعبان وما لي خلق احد يعني شلون؟ عبد الله ايش فيك؟ رحاب لا تنرفزيني، خلاص عاد تعبان مرتاح ما ابي احد يدش علي. زين زين خلاص 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 على راحتك. ها انا ادري هذه حركات طلال، ما ادري وين بيوصل. وهج وين رايحة؟ بروح بيت اهلي. هو ليش؟ صاير شيء؟ ابد مو صاير ولا شيء، بس طلال طالع يتغدى مع انوار. هي عادي ايش فيها؟ انوار بنت عمه مثل اخته، ايش فيها؟ رحاب انت شايف ان طلال يشوف انوار مثل اخته؟ الله يهداك بس يا طلال انت بعد زودتها. ايش رايك بالاكل وايش رايك بالمكان؟ حلو. بس حلو؟ شكل العيل ما عجبك. بالعكس المكان وايد حلو والاكل هم حلو، بس حاسه اني تعبانه. خلنا نمشي. وين 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 نمشي؟ الله يهداك لك، حتى عصيرك ما شربتي. انوار شوفي انا بيني وبينك عندي وايد حكي، يعني ملزوم اني اقول لك اياه. انت عارفه شنو انا؟ شنو كنت بالنسبه حق المرحوم؟ كنت ذراعه اليمين وكنت كاتم اسراره. وكل صغيرة وكبيرة أعرفها عنه. اللي أفهمه من كلامك إن أنت تعرف كل شيء عن هو. كل شيء. الله يرحمه حتى أنه كان كاتب أسراري. ياما كنت أحن علينا أساس يجيبكم، بس كان معيب ورافض. ما أدري ليش. ليش كان رافض وجودي بحياته؟ يعني انت ما تدرين؟ لا انا اللي عارفه بس اللي امي قالت لي اياه، اللي قالت انه هو كان وده يكون عنده ولد وهي يابتني انا بنيه وما يابت غيري. صراحة مو مقتنعه في هالموضوع، يمكن يكون في سبب ثاني وامي ما تبي توصل لي اياه، فحابه اعرفه منك انت. ما شاء الله عليك ذكيه. طالع على المرحوم الله يرحمه، هم بعد يعني كان ذكي، واكيد يعني واحد مثل المرحوم يعني اكيد كان يتعامل بحياته بذكاء، عشان كذي يعني كان هامه ومعروف بالديره، مو معقول انه يفكر هالتفكير. فاكيد في شيء ثاني. شنو هالسبب اللي خلاه يحرمني منه طول هالسنين؟ انا ما اقدر احد اقول لك كل شيء، يعني مهما كان يعني هذه اسرار ما اقدر اقولها. لا تقدر تقولها، انا اللي اعرف. صدقيني ما اقدر اقول لك، هذه اسرار الله يرحمه كان مأمنني عليها. طلال انا لازم اعرف، والموضوع هذا يهمني انا في الدرجه الاولى. زين اهدي 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 انوار، ما له داعي العصبيه و... يعني انا يا انوار انا جاي قاعد معاك علشان اقول لك هالكم كلمه هذه، بس يعني مو معناته انا بقول لك كل شيء يا انوار. انت كذي تخليني أوقف، ما صار حكي بكل شيء. في أشياء ثانية بعد أنا ما أعرفها؟ أنوار طلال أبيك تعلمني على كل شيء. Thank you.
تعرفين كل شيء بالوقت المناسب، صدقيني لا تستعجلين. يلا نمشي. ممتاز مسج. انا اسف مو قصدي. انوار انا بيش تطولين بالك، وانت عارفه انا شنو بالنسبه حق المرحوم. كل اللي ابي منك انك ما تلتفتين اي كلام يدور، اي كلام تسمعينه من برا يا ريت تجيني وتتاكدين منه وبس. مشينا. يلا مشينا. Excuse me. Check please. Check. Yeah. Yeah. حاسبونا بشي. درجة أنت عليك؟ عادي عندك تخليني عشانها؟